بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في يوم جديد من أيام الحدث وفي مساء جميل يحمل في تفاصيله أحداثا جميلة نتمناها دائما وأبدا أن تكون مشرقة بروح الأمل والتفاؤل. اليوم في الحدث سنكون برفقتكم لمدة ساعة من الآن، نحمل لكم مواضيع جديدة وفقرات منوعة ومختلفة، بالإضافة أيضا إلى فقرة الضيوف. والحديث اليوم بإذنه تعالى سيكون عن بطولة البولينج، بالإضافة ستكون لنا وقفة باتصالات هاتفية لاستعدادات أنديتنا المتأهلة لنصف نهائي الكأس الغالية كأس جلالته لكرة القدم. مثل ما عودناكم دائما وأبدا في الحدث نجول بكم أيضا في أروقة آخر الأخبار المحلية والعالمية، هناك أيضا تقارير خاصة للحدث الأبرز في العالم ألا وهو دوري أبطال أوروبا، لتكونوا في الحدث دائما وأبدا الأقرب للحدث وفي قلب الحدث. بداية نبدأ برنامجنا بالجولة لآخر الأخبار المحلية، حيث تستضيف السلطنة النسخة الثانية من كأس العالم لكرة القدم لعام 2017، وهي البطولة العسكرية التي يشرف عليها المجلس الدولي للرياضة العسكرية في حدث استثنائي وفريد من نوعه تستضيفه السلطنة. وتم منح السلطنة استضافة هذا الحدث بعد منافسة شديدة مع عدد من الدول التي قدمت ملفات الاستضافة، وأقر خلالها المجلس الرياضي العسكري بأحقية استضافة السلطنة لهذه البطولة بفضل الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها، إضافة إلى ما قدمته من تنظيم ونتائج إيجابية في نسختها الأولى واستضافة تصفيات القارة الآسيوية والتي حصلت على إشادة كبيرة من قبل المجلس الرياضي العسكري، وتعزز هذه المشاركة من مكانة السلطنة في خارطة العالم الرياضية. في رمي التماس لأحمرنا العسكري، منتخبنا المجموعة الرابعة كان المنتخب الكاميروني والمنتخب القطري، الصدارة طبعا كانت لمنتخب الكاميرون. الكرة الآن تصل لجابر العويسي، منقولة في مكان سليم، عودة لفايز الرشيدي. وإلى أخبار الكأس الغالية، حيث يستضيف نادي صحم يوم غد نظيره النصر في مواجهة من العيار الثقيل ضمن منافسات كأس جلالة السلطان قابوس لكرة القدم في الدور نصف النهائي. الفريقان قدما مستوى فني جيد خلال الأدوار السابقة من البطولة، ويبحث صحم عن حسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية قبيل مواجهة الإياب التي ستكون على ملعب النصر، فيما يطمح النصر لإثبات جدارته تحقيق نتيجة إيجابية من أرضية الفريق الصحماوي. يذكر أن النصر تمكن من الصعود لهذا الدور بفضل تفوقه على فنجة، فيما تأهل الموج الأزرق على حساب مسقط. وتدرب الفريق النصراوي استعدادا للمواجهة المرتقبة، وذلك على الملعب الفرعي بمجمع بوشر الرياضي. تفاصيل أكثر مشاهدينا الكرام حول استعدادات الفريقين للمواجهة المرتقبة يوم الغد، ينضم معي عبر الهاتف الفاضل أيمن بن عبد الله الفارسي مدير فريق نادي صحم. مساء الخير أستاذ أيمن. أهلا أخي، مساء النور، أمسي عليك وأمسي على الأخوة المشاهدين في قناة عمان الرياضية. أهلا وسهلا بك ويا مرحبا فيك. بس لو تطلعنا أيمن عن آخر استعدادات الفريق للمواجهة المرتقبة أكيد يوم الغد أمام النصر. بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء نبارك لنادي النصر ولنادي صحم ونادي الخابورة ونادي صلالة وصولهم إلى المربع الذهبي في مسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم يحفظه الله ويرعاه. بلا شك أخي، مباراة الغد مع الأخوة في نادي النصر هي مباراة صعبة على الفريقين. كون أن المباراة هي مباراة ذات طابع وأهمية كبيرة لما يحظى به كأس حضرة صاحب الجلالة من اهتمام من قبل الأندية العمانية وأيضا من قبل المتابعة من قبل الجماهير. نادي صحم حقيقة لهذه المباراة عد كل العدة
وجاهزين ان شاء الله من كافه النواحي الفنيه والبدنيه، وايضا كلاعبين هم ايضا مدركين اهميه هذه المباراه، ويعني في تركيز عالي من حقيقه من بعد الانتهاء من مباراه السويق. تناسينا كل ما تم في الدوري، والان الاهتمام منصب في بطوله الكاس. عسى ان شاء الله سبحانه وتعالى يوفق الفريق في تحقيق ما نطبو اليه نحن كجهاز فني وجهاز اداري ولاعبين، وايضا كمتابعين للفريق وجماهير. نعم، ربما ايضا ايمن النصر اكيد سيدخل المباراه بمعنويات مرتفعه، خاصه بعد حصوله على لقب كاس مازدا. بلا شك اخي، صحيح ان نادي النصر نادي كبير ونادي عريق، ويمتلك ايضا لاعبين على مستوى عالي، وايضا حصولهم على كاس مازدا راح يعطي نادي النصر دافع معنوي من اجل حسم مباراه صحم. ولكن نادي صحم ايضا نادي كبير، نادي ان شاء الله سيدخل اللاعبون مباراه النصر وبعزيمه كبيره، ونحن آملين حقيقه بعد توفيق الله سبحانه وتعالى ان نحسم بطاقه التاهل هنا من ملعبنا من ملعبنا، ولاعبينا ايضا قادرين على تحقيق هذا الشيء. نعم جميل، ايضا لو تطلع لنا عن استعدادات الجماهير لحضور هذه المباراه، خاصه انها ستقام على ارضيه المجمع الشبابي بالصحار، اتوقع ايضا سمعنا ان هناك زيارات ترويجيه للمدارس، وضع لافتات، ايضا زخم اعلامي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. نعم هناك في بعض الاخوه قائمين حقيقه بدور كبير، وهم يشكروا على هذا، وليس بغريب على ايضا ابناء نادي صحم هذا الشيء. نعم في مبادرات كبيره قامت بها مديريات جماهير صحم، وايضا بالاشتراك مع بعض الشخصيات الرياضيه من اجل حشد جماهير كبير لمباراه الغد. نتمنى ان الله يوفقهم في هذا الشيء، ونرى ملعب مجمع سحار ممتلئ بجماهير صحم ان شاء الله. هم ما محتاجين رساله، ما شاء الله دائما في مثل هذه المواعيد يكونوا متواجدين. انا شاكر وجودك معي الفاضل ايمن بن عبد الله الفارسي مدير فريق نادي صحم، شكرا جزيلا لك. اشكرك شكرا جزيلا ناصر. شكرا. كما ينضم معنا أيضا رئيس جهاز الكرة بنادي النصر الفاضل عوض بن جمعان بام خالف. بداية نرحب فيك عوض، مساء الخير. مساء النور ومرحبا بك، وأشكرك على الاستضافة وبرنامجك المميز. هذا واجب أكيد. بنفس حياك الله. نعم نفس السؤال ربما أستاذ عوض، تطلعنا على آخر الاستعدادات بالنسبة لما يخص فريق نادي النصر، أتوقع عندها مواجهة كبيرة، وأتوقع أيضا النصر لن يفرط في النقاط الثلاث، وأيضا لو تحدثنا إذا ما كان هناك ثمة غيابات في صفوف الفريق. والله الاستعداد من فترة طبعا لعبنا المباراة الماضية مع نادي صور، كلكم تعلمون هذا الشيء. نعم. واليوم ان شاء الله متجهين الى صحار باذن الله تعالى، والفريق في احسن حال، واللاعبين ان شاء الله جاهزين، واتمنى التوفيق ان شاء الله للملكي ان شاء الله. جميل. اما بخصوص الاصابات، ما الحمد لله الفريق كله جاهز باستثناء محمد جمال بيغيب عن اللقاء للحصول على 3 انذارات. نعم. ربما أيضا نفس السؤال مثل ما ذكرنا لأيمن، هو لقب غالي أكيد، أنتم قبل أيام فقط حزتم عليه ألا هو لقب كأس مازدا، أتوقع أنها معنويات مرتفعة سيدخل بها فريق النصر أمام صحم. أكيد بالطبع أخي، تعرف الكأس كأس مازدا يعني جاء في وقته، هو يعني أول بطولة في الموسم، فهذا أكيد يعطيك حافز ودافع معنوي كبير للمباراة القادمة. وطبعا كأس مولانا صاحب الجلالة كأس غالية، وأي فريق يعني يتمنى الفوز بها والظفر بالكأس هذه الغالية. طبعا أتمنى من المباراة، يعني أتمنى غدا إن شاء الله المباراة تكون في المستوى، وأن تليق بسمعة الفريقين، وأن تكون وأتمنى أن يكون التحكيم، أنا مش يعني شماعة الحكام ولا شيء، لا والله، بس انه الحكم اتمنى ان يختاروا حكم يكون في مستوى الحدث. نعم. لا اكثر ولا اقل. نعم. ماذا ايضا حتى تليق تكون مباراة يعني تخرج من الناحية الفنية يعني ممتازة، والناس يستمتعوا باللقاء.
جميل. ماذا أيضا طبعا عن الجمهور وعن أيضا الاهتمام الإعلامي بهذه المباراة من قبل سواء كان الفريق وحتى الجمهور المحبة من خلال ما نراه أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي حول اللقاء المهم والأبرز يوم الغد؟ والله شوف الجمهور هو طبعا في كرة القدم يعتبر رقم 12. نعم. ويعني يعطي مباراة يعني مستوى فني جيد. نعم. حماس اللاعبين في الملعب يعني أتمنى حضور الجماهير صراحة. نعم. لأن المباراة يعني بدون جمهور تعرف أنت يا أخي كأنك تلعب يعني في لا شيء يعني، لكن في وجود الجمهور اللاعب يعطي وتكون، وأتمنى أن تكون إن شاء الله مباراة جيدة ومباراة ممتازة تليق بسمعة الفريقين يا أخي. إن شاء الله نتمنى لكم أكيد التوفيق. شكرا لك عوض بن جمعان بام خالف رئيس جهاز الكرة بنادي النصر. أشكرك. شكرا جزيلا. الله يوفقكم. في اللقاء الثاني من بطولة الكأس الغالية ستشهد أرضية المجمع الرياضي بصلالة مواجهة خاصة عندما يحل الخابورة ضيفا على صلالة. كثف الفريقان من تحضيراتهم قبيل اللقاء المرتقب يوم غد الأربعاء، حيث تقف الكفة لصالح الخابورة في التأهل للمباراة النهائية، وذلك بفوزه يوم الأحد الماضي برباعية نظيفة على صلالة ضمن منافسات دوري عمان تل للمحترفين. ويأمل الفهود لتخطي عقبة أصحاب الضيافة وحجز بطاقة التأهل للنهائي قبيل موقعة الإياب، فيما يطمح أبناء الجنوب للخروج بنتائج إيجابية وتعويض سلسلة الإخفاقات التي تمر بالفريق منذ بداية الموسم، حيث تمكن صلالة من التأهل إلى النصف النهائي من بطولة الكأس الغالية بعد فوزه على الرستاق بضربات الحظ الترجيحية. الحديث أيضا أكثر عن هذه المواجهة ينضم معي باتصال هاتفي عبد العزيز الزعابي المدير الكروي بنادي الخابورة. مرحبا فيك أستاذ عبد العزيز ويسعد مساك وأهلا بك في برنامج الحدث. هلا فيك أخي أيمن، مرحبا فيك ونمسي على الأخوان جميعا. يا مرحبتين فيك. أيضا أتوقع أنه ربما أستاذ عبد العزيز المشهد يتكرر، نفس الفريقين تواجهوا بالأمس القريب في دورينا، يعود السيناريو من جديد في دوري مهم وحاسم لا يقبل أكيد القسمة على اثنين. الكل أعتقد أيضا يرشح الفهود لكسب هذه المباراة 4-0، ربما أيضا نتيجة كانت كبيرة في دورينا. بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية الأمر صحيح أن نحن تغلبنا على نادي صلالة في مباراة الدوري، ولكن هذا ما معيار لمباريات الكاس. الجميع يعلم أن مباريات الكاس تختلف اختلاف كثير عن مباريات الدوري. نعمل إن شاء الله في المباراة هذه بعمل ما هو الواجب منا لكي يكون هناك نوع من الأريحية في إياب الكاس إن شاء الله. نعم. ايضا اتوقع انه ايضا المدرب يعول كثير على الهجوم ما شاء الله بقياده سعيد عبيد، اسماعيل العجمي، ربما اسماء مهمه، والجمهور ربما ايضا هي الاخرى تعول كثير على هذه الاسماء في صفوف الفهود. والله هذه الاسماء طبعا ما يخفى على الجميع انهم من ابرز اللاعبين المتواجدين وخاصه في السلطنه. اللاعبين هذول يعني مثل ما تقول اسماعيل العجمي لاعب كبير ولاعب له وقفته في الملعب. سعيد عبيد كذلك يعني من ابرز اللاعبين نحن نشوفه سلطنه، وهذا تقريبا كان في الشارع الرياضي الجميع كان يتحدث بهذا الشيء. صحيح. ونتفاجأ حتى في المنتخب ان سعيد عبيد دائما ما يكون في دكة الاحتياط من الرغم ان المنتخب محتاج نفس هذا اللاعب. نعم اكيد صحيح. ايضا لا وجود اتوقع لغيابات في صفوف الفريق؟ لا توجد معنا اي غيابات ان شاء الله. جميل جميل. وماذا عن الجمهور لو يعني نطلع استعدادات الجمهور بالنسبه لهذه المباراه؟ والله الجمهور نحن في بدايه الامر نتقدم بالشكل الجزيل لحمله الخابوره بهمه رجالها. نعم. هذه الحمله تقريبا كانت متواجده معنا من اول مبارنا في الدوري من يوم الاحد وظلوا متواجدين الى اليوم هذا ولباكر. في مجموعه من الجماهير اعتقد انها متحركه من المقار جايه لمؤازره الفهود. نعم. والجمهور صراحه حتى في المسافات البعيده شجعوا نادي الفهود ونشكرهم صراحه على هذا الشيء. يعني ان شاء الله نشوف بكره ملحمه جماهيريه كبيره باذن الله
الله تعالى في أرضية الملعب. والله نتأمل ذلك لو أن المسافة تكون فيها نوع من البعد، ولكن نتمنى بحضور ما هو المطلوب من الجمهور يعني. نعم نتمنى. وخاصة الجماهير اللي متواجدة في محافظة ظفار. نعم نعم أكيد نتمنى لكم إحنا التوفيق. شكرا لك الفاضل عبد العزيز الزعابي المدير الكروي بنادي الخابورة، شكرا جزيلا لك. شكرا أخي. شكرا. كما ينضم معنا مشاهدينا الكرام الفاضل حمدان بيت سعيد مدير الفريق بنادي صلالة للاطلاع حول استعدادات فريق صلالة لهذه المواجهة. مساء الخير أستاذ حمدان. مساء النور والسرور، الله يعطيكم العافية ونحييكم وتحية لكل المتابعين. الله يعافيك يا رب. أيضا خلنا نتكلم عن استعدادات الفريق خاصة بعد الهزيمة، دعنا نتحدث عن معنويات الفريق لهذه المواجهة أمام الفهود. ربما أيضا نفس السؤال يتكرر، الكفة ترجح الخابورة بشكل كبير في هذه المواجهة، ماذا تقول أنت؟ بالعكس الكفة ترجح صلالة. جميل. وهذا ما سيكون غدا، لأنه حسبة الكاف تختلف عن حسبة الدوري. مثل ما لاحظتوا وشاهدتوا مباراة الدوري، نعم راح يكون في اختلاف كبير، من 5 أو 6 عناصر ما كانت متواجدة، عناصر أساسية لها ثقلها. نعم. راح تقول كلمة بكرة بإذن الله في مباراة الغد. أما أنه الكفة ترجح الخابورة، هذا حسب التحليل، وأتوقع أن احنا راح نغير هذه النظرة اللي موجودة عند الناس. الله عليك، أنا عجبتني هذا الثقة فيك أستاذ حمدان. أيضا أتوقع أستاذ حمدان أنه الفريق يمتلك في صفوف نجوم بارزين أمثال عبد المجيد دادة، معاكم علي بيت سعيد، هاشم صالح أيضا اسم مرموق في الساحة، أيضا ربما جماهير صلالة تعول أيضا على هذه الأسماء. أتوقع عندنا من الأسماء والخبرات ما تكفيك وجود الكابتن يونس أمان المدرب القدير، لاعب وطني سابق، وكابتن عمان راح يقود المجموعة اللي تمثل في كابتن هاشم صالح، كابتن غني عن التعريف المحبوب عند الكل، عندنا من النجوم الصاعدة دادا، وعندنا غانم بيت سعيد وعلي بيت سعيد، وعندنا المحترفين العراقي إبراهيم والبرازيلي تياغو والإيراني إرنست اللي ما كان متواجد في مباراة الدوري راح يكون متواجد بكرة، بالإضافة لجميع عناصر الفريق راح تكون جاهزة. نحن ندخل في معسكر مغلق صاله تقريبا 5 أيام. جميل. بعيد عن المدينه، بعيد عن الضغوط، بعيد عن كل الناس، مجرد اللاعبين والجهاز الفني. نعم. وتواجد امس معنا رئيس النادي، وباذن الله نمر تفرض كلمتها وراح تغير الموازين وراح تقلب جميع الانظار، بالرغم من احنا ما نعتب على الصحافه والاعلام انها بعدها عن الفريق وما متواجده للفريق، بس ممكن هذا يكون عامل إيجابي لنا. نعم أيضا. أما يعني لكيفة الترجيح، نحن المفروض الكيفة تميل لصلالة، لأن كل مباراة راح تكون على ملعبنا بين جماهيرنا، وراح بإذن الله راح تواجد جماهير المحافظة كلها راح تكون خلف نادي صلالة بإذن الله مباشرة. نعم، يعني ربما أنت ذكرت في مباراة دورينا تختلف تماما، يعني نقدر نقول أنه أيضا خسارة صلالة في هذه المباراة ربما تؤثر نفسيا في معنويات اللاعبين، وربما أيضا تحمل احتمال ثاني ألا وهو أنه يونس المدرب يونس أمان ربما لم يرمي بالأوراق بالكاملة واحتفظ فيها في هذه المباراة المهمة. مثل ما سلفت وقلت سابقا، حسبة الدوري تختلف عن حسبة الكأس، ومثل ما قلت لك كان عندنا 6 غيابات ما كانت متواجدة في الدوري راح تكون متواجدة في مباراة الغد، وراح يكون شكل مغاير نادي صلالة. هذه الرسالة أوجهها للكل. نعم. والأهم من هذا أنه البطولة تحمل اسم غالي على قلوبنا، الله يحفظ ورجعنا إياه بالسلامة إن شاء الله. أتوقع أنه نحن نعمل الإمكانيات اللي تأهلنا بإذن الله أن نظهر بشكل جيد ونحسم من المباراة في هذا الوقت المبكر بإذن الله. جميل، ماذا عن الجمهور أستاذ حمدان؟ الجمهور؟ الجمهور إن شاء الله، كيف استعدادات الجمهور لهذه المباراة؟ والله استعدادات الجمهور استعدادات جيدة لهذه المباراة، وحسب ما سمعنا أن احنا مثل ما قلت لك احنا المعسكر مغلق بعيد شوي عن المدينة. نعم. فأتوقع أنه الجماهير والناس اللي عاملين شغل هذا الشيء، مش مجرد جمهور، كل المحافظة خلف نادي صلالة راح تكون متواجدة بإذن الله. نتمنى لكم أكيد كل التوفيق الفاضل حمدان بن سعيد مدير الفريق بنادي صلالة، شكرا جزيلا لك. العفو، يعطيكم الصحة والعافية وتحية للجميع. الله يعافيك، شكرا جزيلا.
تعود منافسات دور الدرجة الأولى للدوران من جديد بثلاث مواجهات مثيرة، حيث سيستضيف نادي عمان نظيره بوشر، وذلك على أرضية المجمع الرياضي ببوشر. ويسعى الفريقين لمواصلة نتائجهما الإيجابية في الدوري، فيما سيستقبل السيب الباحث عن تحقيق العلامة الكاملة ضيفه الرستاق الطامح لكسر عقدة التعادلات في آخر ثلاث لقاءات، في حين سجل سيحل نزوى ضيفا على جعلان. يذكر أن نزوى نجح في الفوز في لقاء الذهاب بهدفين دون مقابل. حجز أهل سداب أولى بطاقات المربع الذهبي لدور الدرجة الأولى لكرة اليد بعدما حقق فوزا ثمينا على خصمه العنيد مسقط بنتيجة 23-22، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء أمس على صالة نادي الأمل ضمن منافسات الدور العماني لكرة اليد. وكان الشوط الأول قد انتهى لمصلحة أهل سداب بنتيجة 13-9، وفي الشوط الثاني والذي حمل المتعة الأكبر عاد مسقط، ولكن صحوته كانت متأخرة، وكان الوقت الأصلي للمباراة أقرب من تعديل النتيجة لتنتهي المباراة بفوز أهل سداب بنتيجة 23-22. وأعتقد أن فارق الأهداف هو القاسم في هذه المباراة، ما فيها وقت إضافي. والآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة الضيوف لهذا اليوم، حيث تعود أنشطة اللجنة العمانية للبولينج بمسابقات عديدة، لعل أبرزها وأهمها بطولة اللجنة المفتوحة في مسقط وظفار ودوري السلطنة بين الأندية في هذه اللعبة. نروح لفاصل قصير وبعدها لنا عودة للحوار والحديث عن هذا الموضوع. أجل قطع الخطوة الأولى نحو النهائي الحلم، صحم يستقبل بكل حذر ضيفه القادم من الجنوب نادي النصر في ذهاب نصف نهائي كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم. هذا اللقاء يأتيكم على عمان الرياضية في الأوقات التالية. عن شرف الوصول إلى نهائي الكأس الغالية للمرة الأولى في تاريخه، صلالة يستضيف نادي الخابورة في ذهاب نصف نهائي كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم. هذا اللقاء يأتيكم على عمان الرياضية في الأوقات التالية. عودة لكم من جديد مشاهدينا الأحبة، ومع فقرة ضيوفنا لهذا اليوم وحديثنا بإذن الله تعالى سيكون عن بطولة ولعبة البولينج وعن أنشطة اللجنة العمانية للبولينج. يسعدني أن يكون معي في استوديو الحدث لهذا اليوم الأستاذ جابر بن محمد الشبيبي، عضو اللجنة العمانية للبولينج. يسعد مساك أستاذ جابر، وإحنا سعيدين جدا بوجودك معنا اليوم. سعيد أخوي أيمن، شكرا جزيلا لاستضافتكم. هذا واجب أكيد. بداية خلنا نتكلم عن لعبة البولينج، عن الفترة الحالية، تطور ملحوظ أتوقع بالنسبة لهذه اللعبة وبشكل كبير.
صحيح اللي نلاحظه احنا ان تطور. انا عضو في اللجنه فما نريد نقول نمدح نفسنا، لكن صحيح الواضح ان في تطور صار بعد تاسيس اللجنه في 2012. جميل. وضعها في اطار مجموعه هي تنظم العمل بين مراكز البولينج، هي اللي تقيم، هي اللي تنفذ المسابقات، هي اللي توضع الاشتراطات، هي اللي تنظم مسابقات يعني خروج اللاعبين الى المسابقات الخارجيه. هذا الشيء اثر ايجابي على الـ على الـ على البولينج بشكل عام وعلى تطور لاعبين البولينج العمانيين بشكل خاص. نعم، اتوقع ايضا ربما الحدث الابرز اللي هو بطوله الشطرنج المفتوحه ربما في مسقط وظفار. خلينا نتكلم بشكل موسع اكبر عن هذه البطوله وعن ايضا ربما المنافسات، نعرف الجمهور عن اليه المشاركه ايضا في هذه البطوله. صحيح، احنا يعني من بدايه السنه نفذنا مسابقتين. نعم. للجنه. بطولة اللجنة هذه لجنة البولينج المفتوحة الأولى هي المسابقة الثالثة لنا، وطبعا بتقام في مكانين، في مسقط وفي صلالة، عبارة عن بطولتين منفصلات. جميل. البطولة يعني تأخرت بسبب وجود بطولة تايلاند المفتوحة اللي يشاركون فيها لاعبين المنتخب. نعم. وهي بطولة تايلاند تقدمت شوية فاحنا أخرنا بطولتنا المفتوحة، لذلك بتقام بإذن الله بعد بطولة تايلاند المفتوحة على طول بعد نهاية 26. نعم. بطولة تايلاند تنتهي في 26، احنا على نهاية الشهر على طول بنبدأ البطولة المفتوحة إن شاء الله. جميل. هذا الصور اللي نحن نتابعها الحين على الشاشة ربما كانت في بطولة، وعن أيضا هذا المنتخب الوطني للشباب. المنتخب الوطني نعم للشباب، هذه مسابقة الفتيات تنظمها الوزارة. نعم، طبعا باشتراك فني من اللجنه. هذه كانت خلال الموسم الماضي، هذه السنه الماضيه في نهايه السنه الماضيه. نعم. اعتقد في شهر اكتوبر السنه الماضيه. نعم. طبعا هي شراكه دائما بيننا وبين اي مؤسسه تنظم مسابقات للبولينج، سواء لجنه رياضه المراه، سواء دائره الرياضه النسائيه معنا في الوزاره، سواء عمان تيل او اي احد. نعم. المراكز احنا فنيا دائما نكون متواجدين في هذه البطولات. نعم. نحدد الاشتراطات، وحتى اعلاميا احنا عندنا لان داعم اعلامي يعني بالضبط. جميل. ان نكون معاهم، فدائما اي بطوله هي عباره عن شراكه، كل شيء يخدم رياضه البولينج احنا اللجنه نحاول ان بالضبط نحاول ان نكون شريك فيه. ما شاء الله عليكم، جميل. فنرجع نتكلم عن البطولة المفتوحة. البطولة المفتوحة دائما لها صدى، بطولة اللجنة دائما لها صدى، هي البطولة المفتوحة. فإن شاء الله احنا نتأمل أن يكون فيها تنافس كبير. البطولات السنة تغيرت طريقتها، اللجنة غيرت طريقتها بحيث تمتد إلى 3 أسابيع. نعم. ونهاية الأسبوع الثالث يكون في النصف النهائي والنهائي. جميل. إضافة إلى أن خلال ال3 أسابيع هذه نلعب بنظام المحاولات، 3 محاولات في كل يوم. فإن شاء الله بيكون النظام كذا، أن في 3 أيام في الأسبوع 3 محاولات في كل يوم، وأي لاعب يعني الوقت اللي يناسبه، لان هذا يعني مفتوح يعني بالضبط. نعم. من يعني في في مواعيد من الساعه 4 وفي الساعه 7 وفي الساعه 9، فاحيانا اللاعبين يكونوا مرتبطين. صح. بالاعمال احيانا، فكل شخص يشوف الوقت المناسب. بالضبط. جميل. ممكن تلعب حتى 3 محاولات في اليوم، ولكن نعم. اذا كان يناسبك عموما تتسجل افضل 3 محاولات، ممكن لاعب يلعب 15 او 18 محاوله وتتسجل له افضل 3 محاولات، وبعدها يتاهلون ال16 او ال14. نظام البطولات اللجنه في هذه السنه بيكون بهذه الطريقه، كل البطولات بتكون بهذه الطريقه، لان هذا بعد 3 سنوات من اقامتنا للبطولات ارتئينا ان هذا يعني الطريقة الأمثل لتخدم اللجنة وتخدم اللاعبين وتخدم مستوى البطولة فنيا. جميل. فهي المشاركة طبعا مفتوحة للكل، ولكن وفق المعايير البسيطة هذه اللي احنا ما في تعقيد يعني في القوانين حتى للمشاركين في هذه البطولة؟ لا، ما في ابدا تعقيد. اضافة الى ان في البطولات في العادة ان لازم اللاعب يكون اصلا ملتزم بالكورة رسمية. هي. كرة لان هذا اللي كنت اسأل، لكن احنا في بطولاتنا عادي يلعب بالبلاستيك بول، ما فيها يعني مشكلة، يعني انتم مسهلين كل السبب. ايوه، بحيث ان نسمح لأي شخص يريد يشارك في البطولة يكون متواجد معنا. نعم. يعني بقدر الامكان
نصوع القوانين بحيث انها تخدمنا اصلا تخدمنا في نشر اللعبه ايضا. ما بدا التسجيل خلاص ولا؟ هو لا ما بدا بحكم ان الناس كلها، انا اقول لك ليش، مسابقات اللجنه مرتبطه بالمسابقات المفتوحه الخارجيه. فالانظار الحين كلها متوجهه الى بطوله تايلند. بطوله تايلند بطوله قويه، وفي العاده يشاركون فيها لاعبين الافضل اللاعبين معنا يشاركوا في بطوله تايلند. بطوله تايلند وبطوله قطر وبطوله الكويت كلها يكون فيها لاعبين، واحنا نحاول ان تكونوا متفرغين من بعد هذا البطوله. بتكونوا متفرغين على طول من يرجعون هناك بيكون التركيز اكثر. احنا فنيا جاهزين ما شاء الله، امورنا جاهزه، ولكن يعني ما نريد نحط ضغط على اللاعبين يروحون بطوله تايلند. ان شاء الله تكون في نتائج زينه في تايلند وبعدها يرجعون يتفرغون لنا ان شاء الله. ما شاء الله. اذا لا تنسى اسمي ضيفه معك. حاضرين. خلينا نتكلم عن ايضا دور السلطنه للانديه في هذه اللعبه. طبعا دوري السلطنه احنا قمنا نقيمها باسم درع وزاره الشؤون الرياضيه للبولينج. هذه ثالث سنه، السنه الاولى كان نظامها مختلف بحكم انها لاول سنه نقيمها، السنه الثانيه بنظام الدوري من دور واحد. شارك معنا 12 فريق، طبعا استمرت من شهر 4 الى شهر 9 دوري من دور واحد، كل فريق يلعب 11 مباراه في كل شهر. فرق على مستوى السلطنة؟ أندية السلطنة. أيوة. أندية السلطنة. 12 نادي من أندية السلطنة. حلو ممتاز. نتوقع السنة إن شاء الله أن يكون كحد أدنى 14 نادي. إحنا حطين يعني أحد أدنى بيشاركون 14 نادي بحكم أن السنة الماضية النظام والصدى المسابقة أقنع نوعا ما الأندية الثانية اللي ما شاركت. الأندية اللي شاركت طبعا تريد أنها تشارك. جميل. بحكم أن من شهر 4 إلى شهر 9 يعني فترة متواصلة من تمرين مباراة تمرين مباراة، فاللاعبين استفادوا، الأندية كأسماء استفادت بحكم أن النادي مشارك، يعني دائما وسائل الإعلام تنزل أن النادي الفلاني مشارك، فهذا شيء إيجابي للنادي، إيجابي للبولينج بحكم أن طول هذه الخمس شهور أيضا البولينج متواجدة في يعني كنشاط. جميل. إضافة إلى المسابقات الأخرى. ف اعتقد ان السنه الماضيه حققنا نجاح كبير في الدوري، السنه نحاول بقدر الامكان ان نطور شويه مع زياده عدد الانديه. نعم. يلزمنا شويه موافقات من الوزاره، بعدنا في التحضير للدوري، نتوقع بدايه ان شاء الله في شهر 5، ومثل ما قلت لك نتوقع مشاركه 14 نادي. نعم. يعني هو ربما مشاركه 14 نادي اتوقع هو هذا الاضافه الجديده بالنسبه للدوري في هذا. اكيد وما يعني ما نستبعد انه يشاركون يمكن 16 او 17 نادي. احنا في اول مسابقه اقمناها شاركنا 17 نادي اللي هي درع الوزاره، ولكن كانت اسبوع كامل، اسبوع وبنظام فردي زوجي فرق وماسترز. الدوري هو بس بنظام الفرق. مباريات نادي السيب يباري نادي الطليعة، ثلاث أشواط لكل لاعب. وتحسب النتيجة الإجمالية وفق النقاط، شوية معقدة. جميل حديث جميل. ربما أيضا خلنا نتكلم عن المشاركات الخارجية والمشاركة في البطولات الخليجية بفئاتها المختلفة بالنسبة سواء كان للفئات السنية أو صحيح. حتى أيضا فئات الفتيات. السنة طبعا ما في بطولة، باستثناء بطولة آسيا ما في، بطولة العالم ما في، فبطولة بنشارك بس في بطولة الخليج. الأهم بالنسبة حالنا احنا هي بطولة الخليج للناشئين والشباب. احنا كانت مشاركتنا الأولى السنة الماضية في السلطنة، وحققنا نتائج إيجابية وحققنا ميدالية ذهبية وحققنا المركز الثالث على مستوى المجموعة العام، المركز الثالث. فالسنة احنا من بداية السنة أو من بعد نهاية البطولة الماضية. نعم. بطولة الناشئين والشباب بدينا مرة ثانية في إعادة تدريب المنتخبات الناشئين والشباب، تشكيل منتخب ناشئين جديد أو بالأحرى تطعيمه بلاعبين جدد، لأن عندهم مساحة إلى شهر 8. طبعا البطولة بتقام في شهر 8 في البحرين إن شاء الله. نعم. فيعني نوعا ما مستعدين بحكم استعدادنا المبكر. احنا يعني بعد نهايه هذيك البطوله اللي اقيمت في السلطنه على طول بدينا بالتجهيز لاعداد المنتخب الناشئين ومنتخب الشباب الى للمشاركه في هذه البطوله. جميل. فطموحاتنا عاليه ان شاء الله للمشاركه في بطوله البحرين، نتوقع نتائج باذن الله. لا زال في وقت،
ولا زال المنتخبات لا زالت منتخباتنا تتدرب. هذا المنتخب، هذه بطوله الناشئين والشباب. بطوله العموم بتقام باذن الله في ابو ظبي او في الامارات في شهر 9. الى الان ملامح البطوله ما واضحه، بحكم ان اللجنه التنظيميه الخليجيه تخاطبنا قبل بشهرين او بثلاث شهور. لكن منتخباتنا جاهزه. احنا اللي عملناه السنه ايضا اعاده تشكيل منتخب السلطنه للبولينج عن طريق اقامه بطوله، وبعد البطوله يتاهل افضل 15 لاعب على مستوى السلطنه. كيف تاهلوا هذا ال 15 لاعب؟ لعبوا 16 شوط خلال اربع ايام، لعبوا 16 شوط وفي صالتين مختلفات. غيرنا الظروف، غيرنا عدد الايام بحيث ان نضمن ان اللاعب هو هذا اللي يستحق انه يكون في المنتخب. بعدها بيخضعون لتمارين مده شهرين، اضافه الى اختبارات مجهزه اصلا الى الان، يعني خلاص جاهزه اختباراتهم، اللي هي الاختبارات تضمن كفاءه هذا اللاعب. لان البولينج ما مجرد انك انت ترمي الرميه الاولى وتجيب سترايك، عندك الضربه الثانيه او ضربه السبير، عندك يعني كم مره تحقق سترايك، كم مره تحقق السبير، هذا في معايير كثيره في البولينج المدربين جهزوها. يعني ممكن تنجح في المره الاولى وتخيب، يعني بالضبط يمكن ما تتوفق في الضربه الثانيه، خمس فريمات يمكن انت يعني تضيع فيها مستوى كامل. يعني في اشياء كثيره يعني تحكم جوده اللاعب. يعني يمكن اللاعب في هذه البطوله يحقق الاول، في بطوله ثانيه ممكن يجيب ال 15 او 16. بالتالي في اشياء كثيره، يعني نوع التزييت المستخدم وغيرها من الاشياء حطيناها في الحسبان. يعني اشتغلنا طول الثلاث شهور نجهز هذه الامور، احنا اجتماعات مع المدربين بين اللجنه والمدربين، اضافه الى البحث عن المعايير الصحيحه لتكوين اللاعبين. يمكن السنوات الماضيه احنا كنا مشغولين شويه بنشر اللعبه اكثر في السلطنه، الحين بدينا نركز على منتخبات الناشئين، بدينا نركز على المنتخب الاول يكون منتخب قوي ينافس وجاهز. لأن جاهز تمام الجاهزيه بالضبط، لان احنا عندنا منتخبات الخليجيه، نتكلم عن منتخب الامارات، منتخب السعوديه، منتخب قطر، يعني منتخبات يعني فوق العاده، منتخبات على مستوى اسيا، منتخبات قويه جدا تنافس في بطولات اسيا. فبالتالي احنا لو صحيح نقول على مستوى الخليج، ولكن نتكلم على مستوى الخليج ان ننافس ناس ابطال اسيا اصلا، قطر والامارات والبحرين وغيرها، هذا عندهم ابطال اسيا يعني. فاذا رحنا بطوله الخليج ونافسنا وحققنا نتائج، احنا اكيد في بطولات اسيا وفي بطولات العالم بتكون نتائجنا ايجابيه اكثر. فهذا الهدف اللي احنا يعني نسعى له دائما ان شاء الله، يعني نكون موفقين في ان شاء الله في هذه. نتمنى لكم اكيد التوفيق. في نقطه ايضا تذكرتها، في نقطه مساله المدربين، ربما ايضا اعتمادكم على مدربين محليين وطنيين لهم ايضا باع طويل وخبره في مجال هذه الرياضه، ربما ايضا اضافه حقيقيه وربما فيها علاقه من الود والاحترام بالنسبه على مستوى نعم الاعضاء، اللاعب نفسه وايضا المدرب. صحيح، احنا عشان نكون صريحين، في سنه 2014 تعاقدنا مع مدرب امريكي، مدرب على مستوى عالي، ولكن المدرب بعد جهد كبير ان احنا جبناه السلطنه صارت عنده ظروف، اضطر انه يسافر يرجع. اضطر انه يرجع وننهي العقد بيننا. بعدها بدينا في البحث عن حلول الوطنيه، لان في هذيك الفتره كان ما عندنا الا مدرب واحد مؤهل. ففي 2014 و2015 ارسلنا المدربين لدورات تدريبيه. ما شاء الله جميل. فاوريدي عندنا مدرب مؤهل، مدرب يعني ما شاء الله له باع طويل في سواء كلاعب وكمدرب وعنده خبره حتى في الاشياء ملحقات البولينج، في تخريم الكور، في نوعيات التزييت، في هذا، فهو عنده باع طويل. بعدها اعتمدنا عليهم هذا كمدربين، لان موازنه اللجان في العاده صعب انك تجيب المدرب الاجنبي وترحله وتجيب مدرب غيره بسرعه. يعني وجدنا صعوبه، ولكن كان عندنا الحلول الحمد لله، ان في لاعبين واصبحوا مدربين وبداوا في السلك التدريبي. وحلو ايضا بالنسبه للنتائج اللي حققوها هذا المدربين في معظم المشاركات سواء في المواسم الماضيه، اعتقد النتائج كانت ايجابيه وتحسب لهم. بالفعل احنا النتائج اللي حققناها اصلا بعد كانت كلها بعد رحيل المدرب الامريكي. المدربين الوطنيين باثنينهم، في مدرب عندنا اسماعيل الزدقالي هو مدرب
لمنتخب الفتيات ومدرب منتخب العموم. المدرب ناصر الهطالي هو مدرب للمنتخب الناشئين ومدرب لمنتخب الشباب. النتائج اللي حققناها في منتخب الشباب كان حققها هو المدرب ناصر الهطالي. ونفس الشيء في منتخب الفتيات حققنا نتائج كان محققنها الكابتن اسماعيل الزدقالي ومن قبله الكابتن ناصر الهطالي. فيعني هذا للمدربين ما مجرد ان يعني ليسوا ناس جدد على اللعبه ولكن كان لهم ايضا انجازات لله الحمد. نتمنى ان احنا خلال الايام القادمه لا زلنا نبحث عن الدورات وعن مستوى تاهيليه ارقى لهم بحيث ان احنا نضمن ان الكادر العماني يكون مؤهل ويكون يعني جيد في التواصل مثل ما ذكرت بينه وبين اللاعب. هو عارف ظروف اللاعب وعارف متى البطولات اللي يشارك فيها وعارف ظروف دوامه وبيته وغيرها من الاشياء. ف يعني انا اعتقد انها بتكون خطوه ايضا ايجابيه للامام باذن الله. نعم، ايضا خلينا نتكلم ربما جابر عن كيف تنظر لشعبيه هذه الرياضه وعن ايضا تسليط الضوء بالنسبه لهذه الرياضه بمعنى اصح، ربما عن الاهتمام الاعلامي لهذه الرياضه، ايضا عن الحضور الجماهيري بالنسبه لهذه اللعبه. والله احنا من بعد تاسيس اللجنه او اثناء تاسيس اللجنه ما كان فيه الا يمكن اربع مراكز للبولي. الحين خلال 4 سنوات يعني في مسقط وحدها يمكن 6 أو 7 مراكز. نعم. في بركه موجود، في صور موجود، في صلاله 2 بالاضافه الى 1 قبل الانشاء. اولا نقطه زياده مراكز التدريب. نعم. هذا شيء ايجابي للبولينج. نعم. بشكل عام ولنا احنا كلجنه بشكل خاص. جميل. هذا التزايد ما جاي من فراغ، هذا التزايد جاي بسبب زياده شعبيه رياضه البولينج. نعم. يمكن فئة كبيرة تعتبر أنها رياضة للتسلية والتجمع العائلي، ولكن أيضا فئة كبيرة بدأت تتحول من التسلية. نعم. إلى الاحتراف أو إلى شافت عندها القدرة أيضا لممارسة هذه اللعبة حتى سواء كان بشكل محلي أو حتى خارجي. بالضبط بالضبط. جميل. أنهم ينتقلون من من اللعب من أجل التسلية إلى لعب من أجل المنافسة في المسابقات والتدريب بشكل أكثر احترافية. جميل. أنا سعيد جدا بوجودك معي الأستاذ جابر بن محمد الشبيبي عضو اللجنة العمانية للبولينج، شكرا جزيلا لك. الشكر لكم أخوي أيمن، أحسنتوا على الاستضافة وأعطيتونا وقت. يعطيكم العافية، جزاك الله ألف خير. مشاهدينا الكرام نروح لفاصل قصير وبعدها لنا عودة وجولتنا العالمية. من أجل قطع الخطوة الأولى نحو النهاء الحلم، صحم يستقبل بكل حذر ضيفه القادم من الجنوب نادي النصر في ذهاب نصف نهائي كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم. هذا اللقاء يأتيكم على عمان الرياضية في الأوقات التالية. عودة لكم من جديد مشاهدينا الكرام وإلى جولتنا العالمية، ونبدأها من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث يلتقي اليوم الأخوية القطري بالنصر السعودي على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الأخوية ضمن إطار مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية، ويبحث الأخوية عن فوزه الأول من أجل إنعاش آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى دور 16، فيما يحتل النصر صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن ذوب أهن الإيراني صاحب المركز الثاني. نتابع هذا التقرير. يحل النصر السعودي اليوم ضيفا على الأخوية القطري وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ويسعى النصر إلى المحافظة على صدارته حيث يدرك الفريق السعودي صعوبة مهمته، خاصة وأنه تعادل بشق الأنفس بهدف للكل مع الأخوية عندما التقيا في السعودية في لقائهما الأول للمجموعة، وكان الأخوية متقدما إلى الدقائق الأخيرة لذلك اللقاء قبل أن يدرك النصر التعادل بضربة جزاء في الدقيقة 88، ويتصدر النصر المجموعة ب5 نقاط من فوز وتعادلين. ويسعى النصر الذي حقق 3 ألقاب في موسمين بالسعودية إلى مواصلة مشواره في البطولة الآسيوية ليقصى مدى ممكن، لأنه يدرك أن آماله في المنافسة على لقب الدور السعودي تبددت تماما
فهو يحتل حاليا المركز الثامن متخلفا ب 12 نقطة عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا. المباراة راح تكون ممتعة من الطرفين، وإن شاء الله بإذن الله أنها تكون من نصيب نادي النصر هالمباراة، وإن عازمين بداية الأسبوع على هذا اللقاء، والفريق يمتلك عناصر جيدة، فريق الأخوية، تعرف التنافس من العام بين الفريقين، وإن شاء الله بإذن الله أن نظهر بصورة طيبة ونتيجة بإذن الله ونرضي جمهورنا في السعودية إن شاء الله. من جانب آخر، فإن الأخوية يتذيل حاليا المجموعة الثانية برصيد نقطتين فقط من ثلاث مباريات، وهو يتخلف بثلاث نقاط عن النصر الذي يتصدر المجموعة. وقد أكد مدربه الجزائري جمال بالماضي مسبقا أن الفريق لا بد له من الفوز بكل مبارياته المتبقية للمجموعة لضمان فرصة التأهل إلى المرحلة التالية من البطولة. الجدير بالذكر أن الأخوية تكبد هزيمة بهدفين نظيفين على يد فريق الوكرة في دور نجوم قطر، غير أن الفريق أكد أن هذه بطولة مختلفة لها حسابات مختلفة. المباراة ما راح تكون سهلة علينا، أعتقد حنا محتاجين ثلاث نقاط هذه عشان نستمر في المنافسة. حنا كلاعب عازمين أن حنا ما نفرط بهذه المباراة، نسعى إن شاء الله حنا نقدم الأفضل إن شاء الله بكرة، والتوفيق بيد الله إن شاء الله. وبأمانة يعني احنا اللعيبة حاسين في موقفنا اللي احنا فيه، أعتقد ما لنا خيار إلا الفوز إن شاء الله، وهذا اللي احنا نطمح فيه إن شاء الله في مباراة بكرة إن شاء الله. نادي تشيلسي الإنجليزي رسميا تعاقده مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي الذي سيتولى العارضة الفنية بداية الموسم المقبل ولمدة 3 سنوات، حيث سيشرف كونتي رسميا على فريق البلوز الموسم المقبل ليصبح 10 مدرب يتعاقد معه رومان إبراموفيتش في 13 سنة. كونتي الذي يواجه تهم التلاعب بنتائج المباريات في إيطاليا وله جلسة في محكمة كريمونا غير مطالب بالحضور. إلى الدوري البرتغالي، حيث تمكن سبورتينغ لشبونة من التغلب خارج أرضه على بيلينينسيش 5 أهداف مقابل 2 ليقلص الفارق إلى 2 فقط بينه وبين بنفيكا الذي يتصدر دوري البرتغال لكرة القدم. سبورتينغ نجح في التقدم في 23 بهدف رائع من نجمه إسلام سليماني، واحتسب الحكم بعد دقائق من ذلك ضربة جزاء لصالح سبورتينغ ليسجل سليماني هدفه الثاني في الليلة. أدريان سيلفا سجل 3 أهداف الفريق، واستغلت يوفيلو غوتارز خطأ من خوانتو أورتونو ليسجل هدفا رابعا. بيلينينسيش نجح في تسجيل الهدف الأول في 75، إلى أن يوفيلو غوتارز سجل 5 أهداف لشبونة قبل أن يسجل تياغو سيلفا هدفا لصاحب الأرض قبيل 2 من صافرة نهاية المباراة التي انتهت بفوز سبورتينغ لشبونة 5 أهداف مقابل 2 لفريق بيلينينسيش. تعرض بورتو لهزيمة غير متوقعة بهدف نظيف على يد متذيل قائمة الدوري فريق تونديلا، وبهذه الهزيمة يخسر بورتو المنافسة على لقب دوري البرتغالي لكرة القدم. نتابع هذا التقرير. منيت آمال فريق بورتو في المنافسة على لقب الدوري البرتغالي لكرة القدم بنكسة بعد هزيمته على أرضه بهدف نظيف على يد متذيل قائمة الدوري فريق تونديلا. وكان الشوط الأول حافلا بالإثارة،
وهيئ فيه بورتو أفضل الفرص، وكاد دانيلو بيريرا أن يسجل هدف السبق لصاحب الأرض، غير أن حارس المرمى كولديو راموس نجح في إبعاد التسديدة. وسدد فينسنت أبو بكر بعد دقائق من ذلك كرة تخطت الحارس راموس لكنها اصطدمت بالقائم. وخلافا لمجرى اللعب نجح تونديلا في التقدم في الدقيقة 59، فقد استلم لويس ألبرت الكرة خارج المنطقة ثم سدد قذيفة مباشرة في شباك إيكار كاسياس مسجلا هدف السبق للفريق. وضغط بورتو بقوة بعد ذلك آملا في إدراك التعادل، غير أنه عجز عن تخطي الحارس راموس الذي كان في قمة تيقظه وأبعد تسديدة من خيسوس كورونا وأخرى من البديل هيون جونسوك. وانتهى اللقاء بفوز تونديلا بهدف نظيف، وهو فوز رفع معنويات الفريق، لكنه يدرك أن الطريق لا يزال طويلا أمامه قبل ضمان البقاء، بينما أضعفت الهزيمة آمال بورتو في المنافسة على لقب الدوري. تنطلق الليلة المواجهة النارية بين فريقي برشلونة الإسباني وضيفه أتلتيكو مدريد في ذهاب دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، ويستضيف ملعب الكامب نو القمة المثيرة بين متصدر جدول ترتيب الليغا ووصيفه في الموسم الحالي. ويعاني البارسا من حظ سيء أمام الروخي بلانكوس، حيث كان أتلتيكو مدريد هو الفريق الوحيد الذي نجح في منع برشلونة من التأهل لنصف نهائي تشامبيونز ليغ في المواسم الثمانية الأخيرة، وذلك في موسم 2013-2014. نتابع التفاصيل في سياق هذا التقرير. تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء الليلة نحو ملعب الكامب نو، وذلك عندما يلتقي حامل اللقب نادي برشلونة بخصمه اللدود والشارس أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. برشلونة عقب الخسارة الأخيرة التي تعرض لها في الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، يبحث اليوم عبر بوابة منافسه المدريدي الآخر عن نسيان مرارة الهزيمة التي تجرعها في عقر داره. ويعول المدير الفني للبارسا لويس أنريكي على القوة الهجومية الضاربة المكونة من الثلاثي المرعب ميسي سواريز نيمار لهز شباك الضيوف وحسم بطاقة العبور بشكل كبير قبل مواجهة الإياب على ملعب فينيستي كالديرون. وسيحمل اللقاء طابعا ثأريا للفريق الكتالوني الذي سبق وإن خرج على يد أتلتيكو مدريد من ذات الدور قبل عامين. أتلتيكو مدريد فريق كبير وفريق له فكرة وفلسفة واضحتين، وهو فريق خطير جدا في الضغط على منطقة الفريق المنافس وفي وسط الميدان، فريق في غاية الخطورة بين الدفاع الهجوم وفي الكرات الثابتة، ولهذا فهم في مستوى جيد حاليا وينافسون برشلونة وريال مدريد رغم إمكانياتهم المادية المحدودة، ولهذا هم من أقوى الفرق ولهم مدرب كبير. إنه فريق سيصعب مهمتنا بغض النظر عن نتيجة مباراة السبت الماضي أمام ريال مدريد. بينما يدخل أتلتيكو مدريد المباراة منتشيا بعد الفوز الكبير الذي حققه في الليغا أمام ريال بيتيس بخمسة أهداف لهدف، إلا أن ما سيقلق المدير الفني دييغو سيميوني هو بعض الغيابات التي يعاني منها الفريق وخاصة على مستوى الدفاع، والمتمثلة في خوسيه ماريا خيمينيز الإصابة، وربما لم يكن الأرجواني دييغو جودين في أتم الجاهزية لدخول اللقاء رغم استدعائه مؤخرا. وسيعتمد فريق العاصمة المدريدية على خدمات مهاجمه الأسباني توريس في خط المقدمة. أفضل أن تتاح لنا فرص أكبر للعب ضدهم، ولا أعتقد أنه ستكون هناك أي مفاجآت بشأن الخطة التي سيتبعها الفريقان، فخصمنا فريق واضح جدا في طريقة لعبه، وقد لعب بهذه الطريقة لسنوات عديدة، ويلعب هذا الفريق بشكل رائع تحت إشراف المدرب لويس إنريكي، بينما نتبع نحن فلسفة صعبة للعب، ومن الصعب جدا على الفريقين تغيير أسلوبهما في هذه المرحلة، خاصة بعد العديد من النتائج الإيجابية التي تحققت حتى الآن. <تصفيق>
وعلى ملعب اليانز أرينا في ميونخ سيكون فريق بايرن ميونخ على موعد مع استضافة بنفيكا بطل الدوري البرتغالي في العامين الأخيرين وبطل المسابقة عامي 1961 و1962، وسيحاول بايرن ميونخ استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز مريح قبل مباراة الإياب الأربعاء المقبل في لشبونة، وذلك في سعيه إلى بلوغ دور الأربعاء للعام الخامس على التوالي وطمأنة جماهيره بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الخروج في الدور السابق على يد يوفنتوس الإيطالي. نتابع. سيكون ملعب اليانز أرينا مسرحا للموقعة المنتظرة بين صاحب الضيافة نادي بايرن ميونخ مع نظيره فريق بنفيكا البرتغالي ضمن منافسات دور الربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. الفريقان يبحثان من خلال هذا اللقاء عن انتزاع بطاقة التأهل للمربع الذهبي، حيث سيحاول بايرن ميونخ استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق فوز مريح قبل مباراة الإياب في مدينة لشبونة، وسعيا لبلوغ دور الأربعاء للعام الخامس على التوالي. ويفتقد الفريق البافاري إلى خدمات الهولندي أرين روبين بسبب الإصابة، فيما سيستفيد كثيرا من تألق الفرنسي فرانك ريبيري خلال الفترة الأخيرة، ويأمل بيب غوارديولا إلى تحقيق لقب البطولة قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي في الموسم المقبل. كل مشجعي ومسؤولي فريق بايرن ميونخ من الرئيس إلى أصغر مشجع يريدون أن نفوز بالثلاثية، لكن برشلونة وريال مدريد يريدان أيضا الفوز بذلك، وقد علمت هنا أني لو لم أفز بالثلاثي فإني لم أنجز مهمتي بصورة كاملة، وأنا أتقبل هذه المشاكل وليس بوسعي لوم الفريق بل أضعها على عاتقي، وقد تقبلت ذلك من يومي الأول. فريق بنفيكا يمتلك إمكانات جيدة ونسعى لتخطي عقبة الضيوف، وبالطبع هي مهمة صعبة للغاية. في المقابل لن يكون بنفيكا لقمة سائغة أمام الفريق البافاري، ووجه إنذارا شديد اللهجة يوم الجمعة الماضي بعد فوزه الكاسح على ضيفه سبورتينغ براغا بخمسة أهداف مقابل هدف. ويذكر أنه التقى الفريقان في الدوري ذاته من المسابقة مرتين، ورجحت الكفة تفوق البايرن في المناسبتين. فريق بايرن ميونخ في رأيي هو المرشح للفوز بلقب البطولة، ولكننا لن نتوقف عن تنفيذ ما نريد تحقيقه ولا نخشى اللعب، وسنخوض المباراة بكل ثقة، وأتوقع بأن بايرن سيسبب لنا متاعب، لكن بوسعنا أيضا تحقيق النجاحات، وهذا دور تأهيلي من مباراتين، ونريد بالطبع العودة إلى لشبونة بنتيجة إيجابية، وهذا أحد اهتماماتنا. صرح منظم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2016 أن كل المرافق التي سوف تستضيف فعاليات أولمبياد ريو دي جانيرو سيكتمل تشييدها وتسلم في وقت كاف قبيل بداية الدورة. وقال المسؤولون أن أعمال التشييد تسير حسب الجدول الزمني الموضوع لإكمالها، فيما صرح مدير المشاريع لدى الشركة الأولمبية روبرتو إندينبر أن هذه الدورة ستخلق انطباعا إيجابيا عند البرازيل. وذكر إنفندر أن 12 منشأة أولمبية تم تسليمها من جملة 15، وسيتم تسليم البقية في وقت كاف قبل انطلاق الدورة في 5 أغسطس. تعود الدراجات الهوائية المغربية إلى المسرح الأولمبي بعد أن ذاقت طعم المنافسة الأولمبية في لندن 2012، حيث سيمثل المغرب في ريو دي 2016 أربعة دراجين، ثلاثة منهم في سباق الطريق لمسافة 250 كيلومترا وآخر مختص في السباق ضد الساعة. وكان لعادل جلول شرف تمثيل المغرب في أولمبياد لندن، وأنهى السباق في المرتبة 61 بتوقيت 5 ساعات و46 دقيقة و37 ثانية. الدراجون الأربعة شاركوا الأسبوع الماضي في طواف المغرب الذي فاز بمرحلته الأولى صلاح الدين مرواني في توقيت 10 ساعات و32 دقيقة و48 ثانية.
هكذا مشاهدينا الأحبة ننهي حلقة اليوم من برنامج الحدث. غدا وفي نفس الموعد بإذن الله تعالى يتجدد اللقاء. نأمل أن نكون قد وفقنا في تقديم ما يروق لذائقتكم الطيبة. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة رفقة من تحبون. لكم مني ومن طاقم العمل أرق تحية وأحلى سلام. في أمان الله.